أنا العرض واضح. طيب احنا كده خلصنا 3 فصول، اليوم هنبدأ ناخد ايش العمليات المالية اللي ممكن تحصل في الشركة. هنتعرض ايش العمليات المالية اللي ممكن تحصل في الشركة. طبعا احنا من البداية اليوم بالليل، اختبار اليوم بالليل، خلاص اليوم بالليل. طبعا احنا من البداية عرفنا ان المحاسب وظيفته في الشركة انه بيحدد العمليات المالية اللي بتحصل في الشركة، ويشوف اي عمليات مالية بتحصل في الشركة، وبالتالي يبدأ يحدد القيمة ويسجل في اليومية ويعمل الدورة المحاسبية اللي احنا اخذناها لغاية المحاضرة السابقة. عرفنا الدورة المحاسبية، تسجيل في اليومية، ترحيل للأستاذ، بعدين الترصيد، وبعدين إعداد الميزان، المراجعة، وفي الأخير نعد القواعد. أرجو من الجميع التركيز على الشرح أثناء المحاضرة. ثانيا، عدم التصفح الكتاب وأنا بشرح المحاضرة. لا كتاب ولا ملزمة تتصفحيها وأنا بشرح محاضرتي، كده أنت حتلخبطي نفسك، يا حتركزي معايا ولا حتركزي مع الكتاب. سيبي الكتاب وركزي في اللي أنا بقوله. هذا كان اتفاقنا من زمان، من أول محاضرة، ماشي؟ بقول لك سيبي الكتاب، ركزي في اللي أنا بقوله، وبنكتب الملاحظات مع بعض، وبعدين اللي أنا بقوله حتلاقيه موجود في الكتاب. الدرجات المتنوعة حناخد الفصل السابع، تمام؟ 3 الفصول الأولانية الاختبار. طيب يلا ركزوا معايا. الآن قلنا المحاسب يهتم بالعمليات اللي بتحصل في الشركة. حعطيكي بعض من العمليات اللي بتحصل في الشركة، شايفين؟ المتنوعة، وبعدين حناخد عمليات متعلقة بمواضيع أخرى هنتطرق عليها في الفصول القادمة. هذه العمليات المتنوعة ما هي فصل كامل موجود كذا في الكتاب، لكن هي أنا جمعت لكم هي ولمينا الموضوع كذا وسميناه عمليات متنوعة. نركز مع بعض ونشوف. طبعا هي ما هي جديدة عليكي ولا شيء جديد، احنا قد شرحناه في الأول وتطرقنا له وعرفنا كيف بنحدد المدين وكيف بنحدد الدائن، وكنا بناخد من دي العمليات أمثلة عشان نشرح المدين والدائن، فحتلاقيها ما هي شيء جديد عليك. أول ما حناخد عمليات متعلقة برأس المال. أكيد طبعا كلنا عارفين من هو رأس المال. رأس المال هذا اللي بيقدم صاحب الشركة، شايفين، في البداية عشان يزاول نشاطه الجديد. وقلنا إنه هذا رأس المال يعتبر من حقوق الملكية، فهمنا؟ وكمان قلنا إنه هذا رأس المال هو أول التزام إنشأ على الشركة، شايفين، تجاه صاحبها. يعني الشركة لو جينا قلنا لها إيش عندك التزامات، هتقول لي رأس المال، هذا أول التزام بينشأ على الشركة تجاه صاحبها. إنه إحنا قلنا الالتزامات نوعين، تجاه صاحب الشركة وتجاه الغير. تجاه صاحب الشركة اللي هو رأس المال، تجاه الغير اللي هم قلنا عنهم مين؟ الخصوم اللي هم الدائنون، تمام؟ طيب نيجي نشوف كيف بنقدم رأس المال. تقديم رأس المال، لما أجي أقدم رأس المال هقدمه إما في صورة نقدية، يعني صاحب الشركة هيجيب رأس المال في صورة فلوس نقدية،
يا صندوق يا حيودعها في البنك، يا حيودعها في الصندوق يا حيودعها في البنك. وأخذنا أمثلة عديدة على هذا الموضوع. قلنا مثال: بدأ محمد نشاطه التجاري برأس مال 350 ألف ريال، أودع منها في الصندوق 50 والباقي في البنك. عملية عادية اتعودنا عليها، هنطلع المدين والداين عشان نكتب القيد. طبعا احنا بعد كده في شرحنا للمواضيع لما نجي نكتب قيود اليومية هنكتبها بالشكل ده، فما حصور لك الدفتر واسوي لك خانة المبالغ والبيان والتاريخ، خلاص احنا اهم شيء عندنا كيف تكتب القيد. فعلى طول هنكتب قيود زي ما انتم شايفين بالشكل اللي قدامك. طيب هنكتب القيد. عشان اكتب القيد استخدم الخطوات اللي احنا تعودنا عليها. نحط خطوط تحت الحسابات، اذا احط خط تحت رأس المال، تحت الصندوق، تحت البنك. نحدد النوع: رأس المال حقوق ملكية، الصندوق اصل، البنك اصل. تالت خطوة اشوف من زاد ومن نقص عشان اشوف مين مدين ومين دائن. رأس المال حقوق ملكية زادت، ليش؟ لانه اول شيء الشركة ما كان فيها رأس مال، ومحمد الان جاب رأس المال، فمعناته الشركة زادت فيها رأس المال. رأس المال هنا في دي الحالة لما نبدأ المشروع برأس المال اذا يعتبر في حالة الزيادة. وعندنا في القانون حقوق الملكية لما تزيد دائنة، اذا رأس المال دائن. الصندوق اصل، والاصول لما اودعنا فيها، الصندوق اودعنا فيه وضعنا فيه، والاصول لما تزيد مدينة، فالصندوق مدين. ليش؟ لاننا اودعنا فيه زاد، والاصول لما تزيد مدينة. البنك اصول برضو زاد، لان احنا حطينا 50 في الصندوق والباقي في البنك، يعني 300 الباقية في البنك، فالبنك اصل وزاد فهو مدين. اذا عندي هنا 2 في المدين وواحد طرف في الدائن، يعني قيد مركب. يعني حكتب القيد من مذكورين حساب الصندوق ب50، حساب البنك ب300، الى حساب رأس المال. اذا هذا من ضمن العمليات المتنوعة اللي بتحصل في الشركة، تقديم رأس المال في صورة نقدية، يا أودعناها كلها في الصندوق أو أودع كله في البنك، أو أودع جزء في الصندوق وجزء في البنك. فهمنا؟ يا حنودع المبلغ كله في البنك، أو حودع المبلغ كله في الصندوق، أو حودع جزء في البنك وجزء في الصندوق. إذا هذا قيد إيش؟ إنشاء أو تقديم رأس المال. طبعا القيد اللي قدامنا قيد مركب زي ما قلنا، لأنه في طرفه المدين أكثر من حساب. مفهوم؟ طيب نيجي نشوف بعدين تقديم رأس المال في صورة أصول. تقديم رأس المال في صورة أصول. بدأ سامي أعماله التجارية برأس مال ممثل في الأصول التالية. طيب إيش هي دي الأصول؟ عنده 250 ألف عقار، 80 ألف سيارات، 50 ألف صندوق. طيب هذا سامي حيبدأ شركة جديدة، ولكن رأس ماله ما هو كله في صورة نقدية زي ما أخذنا قبل شوية. يعني مثلا لو قلنا 350، شايفين ما هي كلها صورة في صورة نقدية. عنده كان جزء في الصندوق، وعنده سيارات، وعنده عقار، فقال حبدأ بها شركتي جديدة. طيب تعالي نكتب القيد، نكتب القيد. فأنا إيش أسوي؟ هحط الخطوط تحت الحسابات، أحط تحت العقار، السيارات، الصندوق، ورأس المال. هذه أول خطوة. لحظة لحظة يا بنتي، أنا بأمسك معاكي التمرين واحدة واحدة، إحنا حليناه لسه ما حليناه. فأحط خطوط تحت رأس المال، تحت العقار، تحت السيارات، تحت الصندوق. الخطوة الثانية أكتب النوع: رأس المال حقوق ملكية، العقار أصل، السيارات أصل، الصندوق أصل. الخطوة الثالثة أشوف مين زاد ومين نقص عشان أعرف مين مدين ومين دائن. رأس المال حقوق ملكية زادت فهي دائنة. العقار الآن الشركة الجديدة كان فيها عقار؟ لا.
وانا بدات الشركه بعقار قيمته 250، معناته العقار زاد. فالعقار هنا اصول زادت، اذا مدينه. الشركه كان فيها سيارات الجديده؟ لا، بدانا الشركه بالسيارات اللي قيمتها 80، فمعناته السيارات اصول وزادت، والاصول لما تزيد مدينه، اذا السيارات مدينه. الصندوق، الشركه الجديده الصندوق كان فيها فاضي، والآن جبت 50,000 وضعتها في الصندوق، فالصندوق زاد، والأصول لما تزيد مدينة. إذا مين عندي مدين؟ عقار، سيارات، صندوق. ومين عندي دائن؟ رأس المال. طيب كم قيمة رأس المال؟ فاكرين في المحاضرة زمان كنا نقول عشان أطلع حقوق الملكية، فاكرين المعادلة اللي بتقول الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، فاكرين هذه المعادلة؟ قلت لك لو أي عنصر مجهول في المعادلة أقدر أطلعه. طيب أنا الآن عندي أصول اللي هو الجانب اليمين العقار والسيارات والصندوق، صح؟ والجانب الأيسر أبغى أطلع رأس المال. كيف أطلع رأس المال؟ حجمع الأصول وأطرح منها الخصوم. هنا ما عندي خصوم، إذا بس أجمع الأصول حيطلع قيمة رأس المال. لو جمعت الأصول هتطلع لك 380، فهمنا؟ نجمع الأصول نطرح منها الخصوم يطلع لي رأس المال، ما في خصوم إذا أجمع الأصول. مين مذكورين؟ طبعا لأنها كلها عقار، سيارات، صندوق، كلها مدينة. مين مذكورين؟ حساب العقار 250، السيارات 80، الصندوق 50، إلى حساب رأس المال 380، تمام؟ طيب نكمل. تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم، تقديم رأس المال في صورة أصول وخصوم. مثال: بدأ خالد نشاطه التجاري بعناصر الأصول والالتزامات التالية. طيب إذا خالد هيبدأ شركة جديدة، هيبدأ شركة جديدة، الشركة الجديدة اللي هيبدأها هيبدأها إنه هو عنده أصول قديمة وعليه التزامات، فقال أنا حبدأ شركتي الجديدة بالعناصر اللي موجودة عندي في السابق. من هي؟ العقار 700، الآلات 500، المدينون 80، وبقرض علي قصير الأجل 100. طيب هو حيبدأ شركته بهذه الأصول والخصوم، تمام؟ يلا حنطلع رأس المال، نفس المثال اللي أخذناه قبل شوية. طلعي لي رأس المال، قيمة رأس المال من هذا المثال. كيف نطلع قيمة رأس المال من هذا المثال؟ ها بالضبط، الأصول ها لا ناقص مين؟ ناقص مين يا فاطمة؟ احنا الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. لما أبغى أطلع حقوق الملكية حقول الأصول ناقص الخصوم. مين عندي أصول؟ عقار، آلات، شايفين؟ وإيش؟ ومدينون. المدينون هدول من ضمن الأصول، أيوة. لكن مين اللي عندي التزام؟ القرض. لو كان في دائنون هيعتبر برضو من الخصوم، من الالتزامات وأطرحها، بس أنا ما عندي غير واحد التزام، واحد خصوم قرض. فأجمع 700 والـ500 والـ80 وأطرح منها القرض اللي هو 100، شايفين؟ وحيطلع رأس المال 1,180,000. فهمنا؟ بالضبط، إحنا بنطلع قيمة رأس المال. بنطلع قيمة رأس المال، كم رأس المال لو جاكي تمرين بالشكل ده؟ يبغاك تطلع رأس المال. فأنت إيش حتسوي؟ تاخذي الأصول تطرح منها الخصوم. خلي في بالك الخصوم دائما تجيكي يا قرض قصير الأجل، وممكن يجيكي دائنون. شايفين؟ لو كان هنا في دائنون كان طرحناها، بس ما في. وممكن يجيني كمان حاجة اسمها أوراق دفع، حناخدها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. أغلب الخصوم. أيوة تفضلي يا فاق. المدينون هدول من أصولي،
المدينون من الأصول. أنا رافعته الصوت، رافع الصوت. الآن كويس؟ ها؟ طالباتي؟ طيب. طيب فهمنا كيف نطلع رأس المال؟ فهمنا رأس المال كيف بنطلعه؟ لا لا يا دانيا، بقول لك حقوق الملكية شايفة بتيجي دايما في الجهة اليسار، القاعدة عندك مش بتقول الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. الخصوم دايما تجيكي في صورة قرض دائنون أو أوراق دفع، اسمها أوراق دفع هناخدها قدام شوية، لكن الأصول هي اللي حتجينا عقارات وآلات وسيارات وأثاث ومدينون، فهمنا؟ لكن القرض والدائنون هذول اللي خصوم، ما نبغى اللخبطة دي، احنا نبغى التركيز يا دانيا، انا ابغى التركيز، اللخبطة دي هي اللي حتضيع، صح ولا لا؟ وانا بقول لك ركزي معايا، احفظي القوانين معايا عشان ما نوصل لدرجة اللخبطة اللي انت وصلتي لها. المدينون اصل، لكن الدائنون لو في دائن خصم، ولو تفتكري احنا قلنا الدائنون بيجوا لما نشتري وما ندفع، فاكرين؟ شراء وعلى الحساب دائنون، اشتريت وما دفعت اذا التزام، خلاص تمام؟ طيب نكمل نكمل. هناخد لو احنا نبغى نزود رأس المال، احيانا المنشأة كده بعد ما تنشأ وتستمر سنة اثنين ثلاثة، صاحب الشركة حيلاقي انه هو في حاجة بزيادة رأس المال عشان يبغى يتوسع في الشركة، تمام؟ يبغى يزود رأس ماله عشان يتوسع في الشركة. طيب لما يجي يزود، الزيادة هذه ممكن تكون نقدية في صندوق أو بنك، تمام؟ المثال اللي قدامنا، قرر أحمد زيادة رأس مال شركته أو منشأته التجارية بمبلغ 150 ألف ريال، أودع نصفه في البنك والباقي في الصندوق، ماشي؟ الزيادة لما تشوف عملية فيها زيادة لرأس المال، نفس قيد الإنشاء، نفس قيد الإنشاء، شايفين؟ طيب تعالي نحلها كإيش؟ كخطوات إحنا بناخدها عشان نطلع المدين والدائن. هنحط خط تحت رأس المال، تحت البنك، تحت الصندوق. رأس المال نوعه حقوق ملكية، البنك أصل، الصندوق أصل. رأس المال حقوق ملكية زادت ولا نقصت؟ قال لك زيادة، أعطاك هي صراحة زيادة، إذا هو حقوق الملكية زادت، وحقوق الملكية لما تزيد دائنة، فرأس المال دائن. البنك والصندوق أصول، أودعنا فيها مبلغ يعني زادت، والأصول لما تزيد مدينة، إذا البنك والصندوق مدين، إذا من مذكورين حساب صندوق 75 ألف، حساب البنك 75، إلى حساب رأس المال 150 ألف. إذا اللي أفهمه إنه رأس المال دائن، ولما أجي أزوده كمان حيكون دائن، فهمنا؟ طب نشوف اللي بعده. مو كل الحالات صاحب الشركة يرغب في زيادة رأس المال، ممكن يبغى يخفض رأس المال، حيلاقي انه في طاقة عاطلة ويقول بدل ما اخلي دي الطاقة العاطلة حستغلها في شيء ثاني اخفض رأس المال. فنيجي ناخذ المثال، قررت إدارة المنشأة تخفيض رأس المال بمبلغ 70 ألف سحبا من البنك، أو يجي يقول لك سحبا من الصندوق. طيب تعالي نحلها، افرض انت ما انت عارفة تكتب القيد، تعالي نرجع للخطوات. خط تحت رأس المال، وخط تحت البنك أو إذا كان صندوق تحت الصندوق. رأس المال الخطوة الثانية حقوق ملكية، ركزي معايا يا عافية وسيبي صفحة كم، ركزي معايا. رأس المال حقوق ملكية، البنك أو الصندوق أصول،
رأس المال زاد ولا نقص؟ قال لك صراحة تخفيض، يعني نقص. شوفي القاعدة، رأس المال أو حقوق الملكية لما تنقص مدينة، إذا رأس المال مدين. البنك أو الصندوق سحبنا منها يعني نقصت، وهي أصول، والأصول لما تنقص، شوفي القاعدة، الأصول لما تنقص دائنة، إذا البنك والصندوق دائن. إذا القيد من حساب رأس المال إلى حساب البنك أو الصندوق، من حساب رأس المال إلى حساب البنك أو الصندوق. اللي أفهمه من الكلام ده إنه رأس المال هو حقوق ملكية وطبيعته دائنة، لأنه حقوق الملكية في القانون بتجيني في اليسار، صح؟ في المعادلة بتجيني في الجهة اليسار، طبيعته دائن، ودائما هو يجي في الدائن، ما عدا في حالة واحدة، لو أنا بخفضه حيجيني في المدين. إذا أنا الآن حبدأ أعطيكي إشارات اكتبي فيها القيد بدون ما ترجعي للخطوات اللي احنا كنا نقولها زمان، الخطوات اللي هي نحط الخطوط ونكتب النوع ونشوف من زاد ومن نقص. حعطيكي إشارة، أول ما تشوفي الإشارة في العملية تعرفي تكتبي القيد على طول بدون ما تسوي الخطوات. من ضمن الإشارات إنه أول ما تشوفي رأس المال، هذا رأس المال دائن، خلاص إلى رأس المال انتهينا، ما في أي جدل. أول ما تشوفي عملية فيها رأس المال، إذا إلى رأس المال دائم، ما عدا حالة واحدة، لو شفتي تخفيض، أول ما تشوفي كلمة تخفيض رأس المال، إذا على طول حتقولي من رأس المال مدين. خلاص عرفتي طرف القيد، تعرفي الطرف الثاني طبعا حتشوفي هو بنك أو صندوق. كده حتكوني كاتبة القيد وبسرعة وبدون ما تعملي الخطوات اللي كنا نعملها ونحط الخطوط والنوع ونشوف من زاد ومن نقص. إذا اكتبي في الدفتر أو في النوتس اللي عندك إنه رأس المال إيش قلنا إحنا؟ إما إن يقدم في صورة نقدية أو في صورة أصول أو في صورة أصول وخصوم. رأس المال إما أن يقدم في صورة نقدية أو في صورة أصول أو في صورة أصول وخصوم. تمام، هذه حاجة. الحاجة الثانية، رأس المال، اكتبي معايا رأس المال دائما دائن رأس المال دائما دائن ما عدا في حالة واحدة حيكون مدين، وهي حالة التخفيض. إذن رأس المال دائما دائن ما عدا في حالة التخفيض مدين. فهمنا رأس المال؟ إذا هنا إحنا اللي اليوم أخذناه للآن كأننا بنراجع، كأننا بنراجع اللي سبق وشرحناه. أول ما أشوف رأس المال إلى رأس المال، لما نشوف تخفيض رأس المال من رأس المال مدين. أول ما نشوف تخفيض على طول أقول من حساب رأس المال. تمام، يلا نكمل. طيب في عندي عمليات متعلقة بشراء وبيع أصول ثابتة، في عندي عمليات متعلقة بشراء وبيع أصول الثابتة. تعال نشوف إيش هي. أول شيء لما أجي أشتري أصول، نكمل الموضوع بس تبع العمليات وبعدين حنقوم نسلم. لما اجي اشتري الاصول، يتم اثبات الاصول في الدفاتر بتكلفتها في تاريخ الشراء. يعني ايه؟ يعني لما اشتري سيارة
تمام؟ لما اجي اسجلها في الدفتر، لو انت مثلا اشتريتي السياره ب 100 ألف وانفقتي عليها مصاريف شحن مثلا 5 آلاف، اذا لو جيت سالتك بكم اشتريتي السياره حتقولي لي ب 105، تمام؟ اشترينا الات اشتريناها ب 50 ودفعنا عليها 10 شحن وخمسه تركيب، مصاريف تركيب، تمام؟ طيب إذا كم صارت قيمتها؟ 50 قيمتها مع 10 والـ5 صاروا 65. لما أجي أسجلها في الدفتر أسجلها بتكلفتها، دي نسميها تكلفة. لما أقول لك كم كلفتك، فهمتوا؟ كم كلفتك؟ إذا هتقولي لي كل المصاريف اللي أنفقت على الأصل هذا ألين ما صار جاهز للاستخدام. إذا لما أجي أقول تكلفة الأصل، إيش يعني تكلفة الأصل؟ كل المبالغ او جميع المبالغ اللي دفعناها او دفعتها الشركة عشان تقتني هذا الاصل ويصبح جاهز للاستخدام. فهمنا؟ اي مصروف ينفق على الاصل حتى يصبح جاهز حينضاف على قيمة الشراء ونسميها تكلفة. ناخذ المثال. اذا القاعدة ايش بتقول؟ تكلفة الاصل ثمن الشراء بكم اشتريته زائد كل المصاريف المتعلقة به زي رسوم الجمارك، النقل، الفك والتركيب. مثال: اشترت الشركة آلات بمبلغ 180 من محلات السلام. طيب إذا قيمة الآلة كم؟ 180. أنا أبغى التكلفة، هقول لك دفعت نقدا مصاريف نقل 10 وتركيب وتوصيلات 10، وعملت قاعدة خشبية شايفين ب 5 آلاف. لو جيت قلت لك كم تكلفة الآلة هتقولي لي 180؟ لا، تكلفتها 180 ألف زائد 10 آلاف مصاريف النقل زائد 10 آلاف التركيب زائد 5 آلاف عمل قاعدة خشبية. إذا كم التكلفة هتطلع؟ يلا نشوف. تكلفة الآلة أهي 180 قيمة الشراء، 10 مصاريف النقل والتركيب وعمل القاعدة الخشبية. إذا كم تكلفة الآلة؟ 205. طيب الحاجة الثانية هديكي إشارة. أول ما تشوفي اشترينا أصل، يعني اشترينا آلة، اشترينا سيارة، اشترينا أثاث، أي أصل هنشتريه على طول مدين، لأنه أصل وزاد، والأصول لما تزيد مدينة. فهنا اشترينا آلة وهي أصل زادت، فقلت من حساب الآلة باسمها، أو باسم الآلة، من حساب الآلة. لو قلت اشترينا سيارة على طول من حساب السيارة. فهمنا؟ كم بكم القيمة؟ شوف القيمة اللي حطيتها قدام الآلة 205 التكلفة. طيب إلى مذكورين حشوف كيف أنا دفعت، كيف دفعت؟ هلاقي في العملية عندي بيقول لك ايش؟ انه احنا اشتريناها على الحساب. فهمنا؟ اشتريناها على الحساب. اذا القيمة قيمتها 180 كانت على الحساب، اذا دائنون على الحساب مع الشراء دائنون. ودفعنا نقدا، دفعنا المصاريف نقدا، اذا مجموع المصاريف 10 و10 و5 15 دفعناها من الصندوق، اذا الى مذكورين دائنون وصندوق. إذا هنا لو جاتك عملية زي كده على طول وأنت مغمضة، اشترينا آلة من حساب الآلة، انتهينا. إلى مين؟ هشوف كيف دفعنا. لو قلت لك وتم دفع تكلفتها نقدا إلى صندوق، وتم دفع التكلفة بشيك إلى بنك، على الحساب إلى دائنون. لكن هنا قال لك إنه قيمتها كانت على الحساب والمصاريف دفعت، إذا حقول إلى مذكورين حساب الدائنون اللي هو بالقيمة والصندوق بالمصاريف. وضحت؟ عرفنا كيف لما نشوف اشترينا أي أصل، آلة، سيارة، أثاث، على طول وأنت مغمضة من حساب الآلة. إذا أكتبي في الدفتر عند شراء الأصول الثابتة فإن الأصول تكون مدينة،
آلة من حساب الآلة، سيارة من حساب السيارة، أساس من حساب الأساس. خلاص؟ إذا عند شراء الأصول الثابتة الأصول تكون مدينة، وأنت مغمضة كده حتكتب القيد بسرعة أحسن ما تسوي خطوات اللي هي خطوط والنوع من زاد من نقص كده، عملية سريعة. تمام؟ اتفقنا؟ طيب لو جينا نبغى نبيع الأصول الثابتة، لو جينا حنبيع الأصول الثابتة برضو حبيعها بالتكلفة، بعنا جزء من الآلات بمبلغ 10,000 ريال نقدا، بعنا الآلة، لما نبيع الآلة تنقص والآلة أصل، والأصول لما تنقص دائنة، إذا إلى حساب الآلة. كيف استلمت المبلغ؟ صندوق نقدا، الصندوق أصل وزاد فهو مدين، إذا من حساب الصندوق إلى حساب الآلة 10,000. إذا كملي أكتبي في الدفتر، إحنا كتبنا الأصول عند شرائها تكون مدينة، آلة من حساب الآلة، سيارة من حساب السيارة، أثاث من حساب الأثاث. كملي وأكتبي عند بيع الأصول الثابتة، عند بيع الأصول الثابتة، الأصول الثابتة تكون دائنة لأنها أصل ونقص، والقاعدة تقول الأصول لما تنقص دائنة، فحقول إلى حساب الآلة. بعدين أشوف الطرف الثاني، كيف استلمت الفلوس؟ نقدا من حساب صندوق، بشيك من حساب البنك. عند بيع الأصول الثابتة، عند بيع الأصول الثابتة، الأصول الثابتة تكون دائنة إلى حساب الآلة، إلى حساب السيارة، إلى حساب الأثاث. فهمنا يا حفصة؟ الباقيين واضح؟ خلاص؟ طيب إذا اللي أبغى أقوله ملخص الكلام إنه الأصول الثابتة، الأصول الثابتة عند شرائها تكون مدينة، وعند بيعها تكون دائنة. يلا أكتب دي مختصر الكلام، الأصول الثابتة عند شرائها تكون مدينة. يعني إيش تكون مدينة؟ يعني هقول في الطرف المدين من حساب الأصول الثابتة عند شرائها مدينة، يعني من حساب طبعا وتحطي اسم الأصل، إلى حساب، وعند بيعها تكون دائنة يعني إلى حساب. إذا الأصول الثابتة عند شرائها تكون مدينة، وعند بيعها تكون دائنة. تمام؟ عند شرائها مدينة وعند بيعها دائن، كتبته؟ طيب خلاص نوقف كده للصلاة 5 دقائق نصلي وحنرجع نكمل. يلا من ضمن العمليات المتنوعة في عندنا عمليات متعلقة بالمسحوبات، ماشي؟ عمليات متعلقة بالمسحوبات بناء على مبدأ الاستقلالية اللي هي احنا قلناها زمان انه الشركة مستقلة عن صاحبها، تمام؟ طيب لو جاء صاحب الشركة من حقه انه ياخذ مبلغ معين، شايفين؟ لاستخدامه الخاص. طيب لما يجي يسحب مبلغ عشان يستخدمه استخدام خاص له هو، كيف حيسجل العملية هذه المحاسب؟ كيف حيسجلها؟ ما هو أي مبلغ يخرج من الشركة المحاسب مسؤول عنه، حيسأل فين هذا المبلغ راح؟ شايفين؟ ولازم
يكون في عنده مستندات تأيد. فلما يجي صاحب الشركة يسحب، كيف حيكتب ويثبت انه صاحب الشركة اخذ المبلغ ده؟ عشان كده لما نشوف انه صاحب الشركة سحب اي مبلغ او بضاعة او اخذ اصل، ممكن ياخذ سيارة عشان يستخدمه خاص، استخدام خاص، حنسمي هذه العملية مسحوبات، نسميها مسحوبات. ايش وضع المسحوبات دي؟ المسحوبات هذه اول ما تشوفيها اعرفي انها دائما مديد. المسحوبات مديد. ممكن يسحب نقدي في صورة من الصندوق، ممكن يجي يسحب من البنك. المثال اللي قدامنا، سحب صاحب المنشأة مبلغ 6000 ريال من الصندوق لاستخدامه الخاص، إذا أخذ من الصندوق لاستخدامه الخاص. أول ما تشوفي سحب لاستخدامه الخاص أعرف إنها مسحوبات، والقاعدة تقول المسحوبات مدينة، إذا أنا عرفت طرف من القيد من حساب المسحوبات. أشوف الطرف الثاني إلى مين، من فين سحب، من الصندوق، إذا إلى صندوق، وانتهينا. فهمناها؟ فهمنا؟ طيب إذا لو جيت شفت الخطوات حقتنا، هتحطي خطوط تحت الحسابات وتكتب النوع وتشوفي من زاد ومن نزف، بس أنا بعطيكي إشارات عشان تكتب القيود بطريقة سريعة، تمام؟ فأول ما نشوف سحب صاحب الشركة مبلغ سواء من الصندوق أو البنك، أول ما تشوفي سحب لاستخدامه الخاص وأنت مغمضة، قولي هذه مسحوبات، والمسحوبات مدينة، إذا من حساب مسحوبات. إلى شوفي من فين السحب، صندوق إلى صندوق، بنك إلى بنك، تمام؟ يلا اكتبي في الدفتر. عند سحب صاحب المنشأة مبلغ، عند سحب صاحب المنشأة مبلغ لاستخدامه الخاص يطلق عليها مسحوبات. خلاص، المسحوبات دائما مدينة. أهم شيء تشوفي الاستخدام الخاص، أهم شيء، لأنه ممكن يسحب من الصندوق ويضع في البنك، هذه مي مسحوبات. ممكن يسحب من البنك ويضع في الصندوق، هذه مي مسحوبات. لكن لما نشوف سحب الاستخدام الخاص، هي دي اللي مسحوبات وتحطيها مدينة. إذن عند سحب صاحب المنشأة مبلغ لاستخدامه الخاص يطلق عليها مسحوبات، والمسحوبات دائما مدينة. المسحوبات دائما مدينة، يعني من حساب مسحوبات. سهلة؟ طيب نيجي نشوف اللي بعده. ممكن يجي يسحب بضاعة. لو جاء المثال وقال سحب صاحب المنشأة بضاعة تكلفتها 5000 ريال لاستخدامه الخاص، سحب بضاعة لاستخدامه الخاص، فأنا دائما أحطها بالتكلفة، يعني بالشراء، فحقول طبعا سحب لاستخدامه الخاص مسحوبات، من حساب مسحوبات. إلى مين؟ سحب مبلغ من البنك؟ لا. من الصندوق؟ لا. سحب بضاعة، إذا إلى مشتريات. فهمنا؟ إلى مشتريات. إذا هعيد على السريع، لما يسحب صاحب المنشأة لاستخدامه الخاص مسحوبات، المسحوبات مدينة. لما يسحب لاستخدامه الخاص مسحوبات، والمسحوبات مدينة. لو سحب من البنك حقول من مسحوبات إلى بنك، لو سحب من الصندوق حقول من مسحوبات إلى صندوق، لو سحب بضاعة حقول من مسحوبات إلى مشتريات. واضح؟ واضح؟ هذه كلها عمليات متنوعة، مش مشتريات. حليمة من فين جبتي مشتريات؟ ولا نطقت
بالمشتريات. بقول مسحوبات يا حليمة. طيب لما تيجي الشركة تحصل على قرض، اقترضت المنشأة مبلغ 50,000 ريال من البنك بفائدة سنوية 10%، ايوه صح يا حليمة، الى حساب المشتريات. لو سحب بضاعة الى مشتريات، لمدة 5 سنوات اودع الصندوق. كمان اول ما تشوفي اقترضت، يعني قرض، اخذت قرض، القرض التزام. قبل ما اخذ القرض ما كان عندي التزام، والان اخذت قرض، اذا زادت التزاماتي، ولما الالتزامات تزيد دائنة، اذا الى حساب قرض طويل الاجل. كيف عرفت انه طويل؟ عشان قال لي 5 سنين، فهمنا؟ اذا الى حساب القرض، اذا اول ما يحصل على القرض، القرض يكون دائم، الى حساب القرض. من حساب ايش؟ اخذنا القرض فين اوزعناه؟ في الصندوق، من حساب صندوق. في البنك، من حساب البنك. واضح؟ اذا اكتبي عند الحصول على القرض، القرض دائم الى حساب قرض، سواء قصير او طويل. عند الحصول على القرض، القرض دائم الى حساب القرض. هذه كلها اللي انت بتكتبيها، هي هذه الاشارات اللي تساعدك انك تكتبي قيود صحيحة وبسرعة، شايفين؟ وهي دي اساسيات المحاسبة، وهو ده اللي انا بقول لك، هو ده الشرح اللي موجود في الكتاب، بس بطريقة مبسطة. يعني القاعدات انا بعطيكي قاعدة تمشي عليها، خلاص. اشترينا آلة من حساب الآلة، بعنا آلة إلى حساب الآلة، سحب صاحب الشركة الاستخدام الخاص من حساب المسحوبات، اقترضت، إذا هذا قرض، القرض دائم، إذا إلى حساب القرض. من حساب إيش؟ من حساب الصندوق. ليش؟ لأننا أخذنا القرض أودعناه في الصندوق. كم قيمة القرض؟ 50,000. إذا من حساب الصندوق إلى حساب القرض 50,000. أول ما تشوفي يا نجوى اقترضت، يعني أخذت القرض، حصلت عليه، إذا القرض دائم إلى حساب القرض. فين وضعت القرض؟ في الصندوق، من حساب الصندوق. فهمنا؟ واضح؟ طيب لو جيت ابغى اسدد القرض، عند سداد القرض، عند سداد القرض، طبعا نفس المثال السابق، نفترض ان المنشأة الان سددت القرض، خلاص سددناه نقدا، قرض وتسدد، يعني التزام ونقص. شوف القاعدة، الالتزامات لما تنقص مدينة، اذا من حساب القرض. كيف تسدد؟ من فين خرجنا الفلوس؟ من الصندوق، إذا إلى حساب الصندوق. إذا لما نسدد القرض، القرض حيصير مدين، لأنه التزام ونقص، والالتزامات لما تنقص مدينة. إذا كملي على الكلام اللي كتبناه عن القرض، قلنا عند الحصول على قرض، القرض دائم إلى حساب قرض، لأنه التزام وزاد. أكتبي بعدها، عند سداد القرض، القرض حيكون مدين، لأنه التزام ونقص. من حساب القرض، مفهوم؟ إذا القروض تنشأ دائنة، وعند السداد تصير مدينة. أكتبيها الملخص ده، القروض تنشأ دائنة، وعند سدادها تصبح مدينة. القروض تنشأ دائنة، وعند السداد مدينة، لأنه لما أحصل على القرض، يعني التزام وزاد،
والقاعدة تقول الالتزامات لما تزيد أو الخصوم لما تزيد دائنة، إذا إلى حساب قرض. لما نسدد القرض التزام وانخفض ونقص، والقاعدة تقول الخصوم والالتزامات لما تنقص مدينة، إذا كده أقول القرض مدين، إذا ينشأ دائن وعند السداد مدين. واضح؟ طيب حناخد على السريع كده التأمينات. تأمين، احنا لما نجي نسجل في شركة الكهرباء او التليفون بندفع التأمينات، تأمين ايجار، نستأجر شقة بندفع تأمين ايجار، احيانا يطلبوا مننا تأمين. عموما في تأمينات ممكن ترجعيها تاخديها، يعني لو انا استأجرت شقة هيقول لي صاحبها ادفع التأمين، ولو انا صديت الشقة حايش هنرجع هيرجع لي التأمين. ففي تأمينات مستردة وفي تأمينات غير مستردة. عموما سواء كانت مستردة أو غير مستردة كل التأمينات مدينة لأنها مصاريف. لما تشوفي تأمين، شايفين سددت المنشأة مبلغ 5000 ريال تأمين كهرباء، إذا من حساب تأمين الكهرباء. فهمتوا علي؟ ولو كان تأمين غير مسترد، سددت المنشأة مبلغ تأمين 6500 ريال تأمين ضد الحريق، هذا تأمين غير مسترد، برضه حيكون مدين من حساب التأمين إلى حساب الصندوق. إذا القاعدة إنه التأمينات كلها مدينة، أول ما تشوفي تأمين إذا مدين. فهمنا؟ هذه هو جزء العمليات المتنوعة. طيب أنا كده خلصنا العمليات المتنوعة، وحنبدأ في اللي هو الفصل السابع. الفصل السابع اللي هو متعلق بالمنشآت التجارية، عمليات اللي هي البضاعة، عمليات البضاعة. هنبدأ في الفصل السابع، معناه إحنا هنمشي في الفصول مو بالترتيب. همشي في الفصول ما هو بالترتيب، بس كل ما حاجة عند فصل هقول لك احنا الان في الفصل رقم كم. احنا اخذنا الاول والثاني والثالث، بعدين اخذنا العمليات المتنوعة، والان هناخد اللي هو الفصل السابع. الفصل السابع السابع احنا خلاص قفلنا الفصل الاول والثاني والثالث، وحبدأ معاكي في السابع. العمليات المتنوعة هذه عمليات احنا ملخصينها وجمعت لكم هي في اللي احنا شرحناه وكتبتوها معاي. طيب العمليات البضاعة، طبعا اي منشأة تجارية، شايفين العمليات المتعلقة فيها العادية شراء وبيع. لما اجي اقول لك هذه المنشأة تجارية يعني تشتري وتبيع، فهمنا؟ فالعمليات أو اللي في المنشآت التجارية يسموها عمليات البضاعة، هي شراء وبيع. أي شركة تجارية بتشتري بضاعة وتبيعها، هذه عملياتها الأساسية. يعني لما نيجي عند الفصول كل فصل حاعطيك هو حقول لك هذا معانا وهذا مو معانا، الرابع معانا بس مو دحين حناخده، الخامس معانا بس مش دحين حناخده. خليكم معايا أنتوا، ما حتوهي والله، حتخلص من الكورس وانت كل شيء واضح قدامك، ما حتكوني تايهة. طيب لما اجي اقول لك عمليات الشراء، الان فهمنا انه احنا لو قلنا منشأة تجارية عملياتها ايش هي؟ بيع وشراء. تعالي نشوف عمليات الشراء. مصطلح لما اجي اقول مشتريات، مصطلح يطلق على البضاعة اللي نشتريها أو تشتريها المنشأة، طبعا هي تشتريها عشان ترجع تعيد بيعها. فلما أجي أشوف اشترت بضاعة، إذا على طول مشتريات. خلاص؟ إذا أول ما تشوفي اشترت بضاعة، إذا هذه مشتريات. طيب أشتري البضاعة كيف أسدد قيمتها؟ يا نقدا يا بالأجل
أو الاثنين مع بعض، أسدد جزء وأخلي جزء على الحساب. طيب تعالي نشوف الشراء نقدا. لو اشتريت نقدا، اشترت الشركة بضاعة من منشأة التوريدات الحديثة قيمتها 7000 ريال نقدا. إذا عندي قاعدة أو إشارة تخليني أكتب القيد بسرعة. اشترت بضاعة، إذا على طول مشتريات. يلا اكتبي، اشترت بضاعة مشتريات، اشترت بضاعة مشتريات. المشتريات دائما مدينة، اكتبيها، المشتريات دائما مدينة. اذا على طول اول ما اشوف اشترت بضاعة حقول من حساب مشتريات. شوفي عكس لما اقول اشترينا آلة، عشان الآلة اصل قلت من حساب الآلة، هي مدينة بس ما قلت مشتريات مع اننا اشترينا، لكن عشان ما اشترينا بضاعة هذه آلة اصل ثابت قلنا من حساب الآلة. اشترينا سيارة هذه اصل ثابت قلنا من حساب السيارة. اشترينا اثاث اصل ثابت من حساب الاثاث، لكن لما تشوفي بضاعة هي اللي تقولي عليها مشتريات. اذا اشترت بضاعة يعني مشتريات، المشتريات مدينة يعني على طول حقول من حساب مشتريات. الى مين حشوف كيف سدده، نقدا الى صندوق، هنا عندنا نقدا الى صندوق. لو بشيك حقول الى بنك، من مشتريات الى بنك. لو بالاجل، لو بالاجل اهو ده المثال اللي قدامك، اشترت الشركة بضاعة من منشأة التوريدات الحديثة قيمتها 3000 ريال على الحساب، من حساب مشتريات إلى على الحساب يعني دائنون، وإحنا أخذناها زمان قلنا إيش؟ أول ما أشوف على الحساب مع الشراء دائنون، إذا من مشتريات إلى دائنون. فهمنا؟ إذا ملخص الكلام، عند شراء بضاعة مشتريات، المشتريات مدينة، إذا من حساب مشتريات إلى مين؟ طبعا حسب كيف دفعنا، إلى نقدا يعني إلى صندوق، بشيك إلى بنك، على الحساب إلى دائن. واضح؟ واضحة المشتريات؟ طيب لو اشترينا جزء دفعنا نقدا او بشيك وجزء على الحساب، زي المثال اللي قدامك، اشترت بضاعة من التوريدات سددنا 6 نقدا والباقي على الحساب. خلاص وانا مغمضة، اشترت بضاعة مشتريات والمشتريات مدينة من حساب مشتريات. الى مين؟ حلاقي هنا 2، يعني كأنه بيقول لي اكتبي الى مذكورين. مين هم دول الاثنين؟ الصندوق والدائن. إذا حساب صندوق وحساب دائنون، كيف عرفنا دائنون؟ كلمة على الحساب. واضح؟ إذا كده هتعرفي تكتبي قيود بسرعة من الإشارات اللي أنا قلت لك عليها. طيب نكمل. تعالي نشوف عمليات البيع. بيع البضاعة زي المشتريات بس عكسها. لما اجي اقول لك بعنا بضاعة، اذا مبيعات، اذا المبيعات مصطلح يطلق على البضاعة عند البيع، بعنا بضاعة مبيعات. المبيعات عكس المشتريات دائنة، اذا اكتبي بيع بضاعة مبيعات، والمبيعات دائما دائنة. خلاص اذا المشتريات مدينة والمبيعات دائمة. اذا بعنا بضاعة مبيعات الى حساب مبيعات، اذا بيع بضاعة مبيعات، بيع بضاعة مبيعات، المبيعات دائما دائنة يعني الى حساب مبيعات. طيب ناخذ المثال، طبعا باعت بضاعة لمحلات التقنية قيمتها 8000 ريال وحصلت القيمة نقدا، بعنا وحصلنا نقدا،
لما اجي ابيع باعت بضاعة، خلاص انا عندي اشارة، باعت بضاعة مبيعات، وانا عارف ان المبيعات دائنة الى حساب مبيعات. طيب من حساب ايش؟ من الطرف المدين حسب العملية، نقدا من صندوق، بشيك من البنك، على الحساب، على الحساب اخذناها زمان بيع، وعلى الحساب مدينون مش دائنون. الدائنون مع الشراء والمدينون مع البيع، اذا من حساب مدينون. القاعدات اللي بتكتبوها رجاء دائما راجعيها، رجاء دائما راجعيها عشان ما تتوهي، وتركزي وانا بشرح. اهي باعت بضاعة على الحساب ب 8000 ريال، باعت بضاعة مبيعات، المبيعات دائنة الى حساب مبيعات، على الحساب اذا مدينون من حساب المدينون. ايش هو اللي قلته؟ قلت كثير يا دانيال، قلت كثير. اعيد ايه ولا ايه؟ قلت لما نشوف بيع بضاعة مبيعات، المبيعات دائنة، على الحساب مع المبيعات مدينون، على الحساب مع المشتريات دائنون. اهو بقول يا داني، على الحساب لما تشوفيه مع بيع، وهذه كتبناها زمان القاعدة يا داني، لو فتحتي النوت هتلاقيها مكتوبة في الدفتر عندي. على الحساب لما تجيكي مع عملية بيع مدينون من حساب مدينون، على الحساب لما تجيكي مع عملية شراء دائنون، كتبناها دائنون لما شراء، ومدينون لما تكون بيع. فهمتي يا دانيا؟ دانيا خلاص؟ اتفضلي يا مؤمنة. ها ايش عندك سؤال مؤمنة؟ لا 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 لا، هذه انا بعطيك هي من عندي انا، يعني هذه قوانين، بلخص لك الشرح اللي موجود في الكتاب. فهمتي؟ هذا التلخيص للشرح اللي موجود في الكتاب عشان تعرفي تحلي تمارين. فهمتي؟ خلاص؟ فهذه القاعدات بعطيك هي تسهيل عليكي في العملي. يا مؤمنة القاعدات هذه افهميها، ولما يجيكي اي عملية خلاص هتعرفي تحلي. في الكتاب موجودة بس شرح، شرح هو شارحها كلام، انا ملخصت لك هي من عندي، هذه انا بس من عندي شخصيا، اجتهاد شخصي مني انا. طيب هرجع الخص الكلام، بيع بضاعة مبيعات والمبيعات دائنة، شراء بضاعة مشتريات والمشتريات مدينة، على الحساب مع البيع مدينون، على الحساب مع الشراء دائنون. خلاص؟ طيب نيجي نشوف، لو احنا بعنا نقدي وبالأجل الاثنين مع بعض، اهي باعت بضاعة لمحلات التقنية ب 8000 ريال وحصلت القيمة 2000 نقدا ولسه باقي على الحساب، يعني لما بعنا استلمنا نص المبلغ وباقي لسه على الحساب. باعت بضاعة مبيعات الى حساب المبيعات دائنة، خلاص انتهينا. باعت بضاعة، اهي اول العملية باعت بضاعة، ايوه خلاص انا عارفة انه بيع بضاعة مبيعات والمبيعات دائنة، اذا الى حساب مبيعات. من حساب ايش؟ من المدين، حاجة الاقي الصندوق وعلى الحساب، اذا اثنين صندوق وعلى الحساب دي مع البيع مدينون، اذا من مذكورين صندوق ومدينون. دخل في الصندوق حصلنا 2000 ولسه باقي 6000 ما تحصل، اذا من حساب من مذكورين صندوق ومدينون. مدينون يعني لسه مبلغ ما استلمناه، دائنون يعني مبلغ ما تسدد لسه. فهمنا؟
المدينون مبلغ ما تحصل، لسه ما حصلناه. أما الدائنون مبلغ، شايفين؟ لسه لم يسدد، دائن ما تسدد، اشترينا وما سددنا. تمام تمام يا جماعة، في أي سؤال؟ باقي كمان نقطة كده هشرحها ونكمل المحاضرة القادمة. في عندنا حاجة اسمها مردودات مشتريات ومسموحات مشتريات، ركزوا معايا في النقطة دي الصغيرة وحنكمل المحاضرة القادمة. مردودات المشتريات، إيش يعني مردودات مشتريات؟ من اسمها بضاعة أنا اشتريتها وبعدين رجعتها، رديتها، ليه؟ لقينا فيها جزء تالف، لقينا فيها عيوب أو غير مطابقة للمواصفات. لما أرد بضاعة أشتريها وأرجع أردها أسميها مردودات مشتريات، ونسميه ده الحساب مردودات مشتريات. المسموحات زي المردودات بالضبط، بس إيش الفرق بينهم؟ برضو أنا حلاقي بضاعة فيها عيوب، تلف، غير مطابقة للمواصفات، فأجي أرجعها، يقوم البائع إيش يقول لي؟ يقول لي لا لا خلاص خليها، لا ترجعيها، تتحملي تكلفة النقل، خليها عندك وأنا أخصم قيمتها، لا تدفعي قيمتها. يقوم نسميها مسموحات مشتريات، كأنه سامحني بقيمتها. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ مردودات إذا أنا رجعتها خلاص له، مسموحات ما رجعتها لكن سمح لي بإني ما أدفع القيمة، راح أسميها مسموحات مشتريات. إيش وضعهم هذول الاثنين المردودات والمسموحات؟ المردودات والمسموحات للمشتريات عكس المشتريات. إحنا قلنا المشتريات مدينة، أول ما أشوف أشترت بضاعة يعني مشتريات يعني مدينة. طيب المردودات والمسموحات عكسها دائنة. لما تشوفي ردوا بضاعة أو سمحنا لهم بخصم مبلغ البضاعة المشترى فهم دائنون، إذا إلى حساب مردودات مشتريات أو إلى حساب مسموحات مشتريات. نفس الشيء للمبيعات، أبيع البضاعة خلاص واللي اشتراها مني المشتري حيلاقي فيها عيوب، يقوم يرجع لي هي. الآن أنا أتكلم عن شركة وباعت بضاعة، البضاعة اللي باعتها فيها عيوب أو تلف أو غير مطابقة رجعها المشتري، نسميها مردودات مبيعات، بضاعة بعتها ورجعوها. مسموحات المبيعات نفس الشيء، بضاعة بعتها وفيها عيوب، بدل ما يرجعوا لي هي حسمح لهم إنهم ما يدفعوا لي قيمتها وأسميها مسموحات المبيعات. الفرق بين المردودات المبيعات ومسموحات المبيعات إنهم الاثنين عكس المبيعات. احنا قلنا المبيعات دائنة، مردوداتها ومسموحاتها مدينة، مفهوم؟ يلا نكتب القاعدة دي وخلاص نشوف يمكن نوقف محاضرتنا. اكتب القاعدة، بس اكتب القاعدة. المبيعات دائنة، باعت بضاعة دائنة، المبيعات دائنة، مردوداتها ومسموحاتها مدينة. خلاص مردوداتها ومسموحاتها مدينة. فهمنا؟ لسه باقي لنا 5 دقائق، ناخذ المثال عشان تثبت المعلومة. في 1/1/1433 موجود في الموقع يا مؤمنة، باعت شركة الأمل بضاعة لمحلات محمود على الحساب بقيمة 2000 ريال. يلا ركزي معاي، باعت الشركة بضاعة، إذا المبيعات، والمبيعات ما لها دائنة، إذا إلى حساب مبيعات. من إيش؟ الطرف المدين إيش هو؟ نقداً؟ لا. بشيك؟ لا. على الحساب، إذا من حساب مدينون، إذا من حساب مدينون إلى مبيعات، هذا قيد بيع عادي.
خلاص إذا المبيعات دائنة والطرف المدين مدينون، كيف عرفت؟ على الحساب. شوف التاريخ اللي بعده، ردت محلات محمود بضاعة معيبة للشركة، رجعنا لهم، هنا ردينا، إذا هذه مردودات مبيعات، وأنا أعرف إنه مردودات المبيعات عكس المبيعات، المبيعات دائنة، إذا مردوداتها مدينة من حساب مردودات المبيعات إلى مدينين. فهمنا؟ سهلة؟ سهلة. نشوف مردودات المشتريات. اشترت شركة الأمل بضاعة من محلات عمر على الحساب، اشترت بضاعة، اشترت بضاعة مشتريات، والمشتريات مدينة من حساب مشتريات على الحساب، اذا دائنون على الحساب مع الشراء دائنون، اذا من حساب مشتريات الى دائنون، اشترت مشتريات والمشتريات مدينة من حساب مشتريات الى مين؟ صندوق؟ لا، ما هو مكتوب صندوق، بشيك؟ لا، على الحساب يعني الى دائنون. جينا بعد كده في التاريخ اللي بعده 3/1، ردت الشركة لمحلات عمر بضاعة ب 2000 ريال، ردت الشركة بضاعة اشتريناها، إذا مردودات مشتريات، مردودات المشتريات عكس المشتريات، المشتريات مدينة مردوداتها دائنة، إذا إلى حساب مردودات مشتريات، من إيش؟ من حساب مين؟ طبعا عشانها في القيد دائنون، هقول من حساب دائن، واضح؟ واضح؟ هاي جماعة خلاص مفهوم؟ هاخد مثال المسموحات وحوقف خلاص. مسموحات المبيعات، باعت شركة الأمل بضاعة لمحلات محمود على الحساب، إذا ما فهمت المردودات للمبيعات والمشتريات تفهم معايا المسموحات لأنها واحدة. باعت بضاعة مبيعات، المبيعات دائنة، إذا إلى حساب مبيعات، هذه قاعدة خلاص أنا عرفتها، باعت بضاعة يعني مبيعات والمبيعات دائنة إلى حساب مبيعات. من حساب إيش؟ من المدين، على الحساب يعني مدينون، من حساب مدينون. طيب جينا في العملية اللي بعدها، سمحت الشركة بخصم، شوفي سمحت بخصم 2000 ريال لمحلات محمود، ليه؟ مقابل الاحتفاظ بالبضاعة المعيبة، عشان يحتفظوا بالبضاعة المعيبة ما يرجعوها. فهنا مسموحات مبيعات، مسموحات المبيعات عكس المبيعات، المبيعات دائنة، مسموحاتها مدينة، من حساب مسموحات المبيعات إلى مدينة، تمام؟ طيب نشوف مثال مسموحات المشتريات. اشترت شركة الأمل بضاعة من محلات عمر على الحساب، اشترت بضاعة مشتريات، المشتريات مدينة من حساب مشتريات إلى مين؟ حلاقي مكتوب على الحساب، إذا إلى دائنون، من مشتريات إلى دائنون. حصلت الشركة على خصم 2000، ليه هذا الخصم؟ مقابل الاحتفاظ بالبضاعة المعيبة، إذا خصم عشان يحتفظوا بالبضاعة المعيبة، يعني مسموحات مشتريات، تمام؟ إذا حقول مسموحات المشتريات عكس المشتريات، المشتريات مدينة، مسموحاتها دائنة إلى حساب مسموحات مشتريات. من الطرف المدين طبعا دائنون، لأنه في القيد الأساسي دائن. خلاص سهلة؟ باقي نقطة واحدة نكملها المحاضرة الجاية وكده نخلص الفصل السابع، باقي الخصم هناخد المحاضرة القادمة وكده نكون خلصنا الفصل السابع. كتبت القاعدة.